مساء السعادة، مساء الحب، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حوار مع ياسمين. الحلقة النهاردة جديدة مختلفة، بتتكلم عن موضوع مختلف. ليه السيد ما بقاش السيد في بيته زي زمان؟ رغم ان احنا لو بصينا من الجانب بتاع زمان هنلاقي ان سي السيد فيه عيوب، بس في نفس الوقت يعني كان وضعه غير دلوقتي. لو بصينا لزمان كان سي السيد عمره ما يهين أمينة، عمره ما شتمها، عمره ما مد ايديه عليها، لكن دلوقتي الراجل بقى مختلف شوية في الحتة دي. النهاردة هنتكلم عن الموضوع ده بشكل علمي اكتر، وهنحلل مين فيهم الغلطان، هل الست ولا الراجل. كل ده هنعرفه النهارده. معانا ومعاكم النهارده دكتوره ساره مصطفى، اخصائي نفسي اكلينيكي وارشاد زواجي ومدرب تنميه بشريه. اهلا بيك يا دكتور ساره. اهلا بيك يا ياسمين، نورتينا في البرنامج. بنورك يا حبيبتي. عايزين نعرف بقى المشكله الاجتماعيه اللي سببت نسبة طلاق كبيرة جدا، والزوج مش بيفهم الزوجة. طب المشكلة دي سببها ايه؟ وليه السيد ما بقاش واخد وضعه كده في بيته، وأمينة برضو ما بقتش أمينة بتاعة زمان؟ هي الفكرة باختصار مفهوم السيد دلوقتي بالمعنى السوي، اللي هو ايه؟ ان هو راجل، في حاجة اسمها راجل وحاجة اسمها سيدة. دلوقتي بقى الست واخدة دور الراجل، فبقوا الاتنين عمالين راجل قدام راجل بيصارعوا مع بعض. تمام. السيد كان زمان كان ليه كلمه في بيته، كان ليه كلمه على اولاده، كان اما بيجي يقول لامينه اللي هي بالمفهوم السوي بتاعها دلوقتي، الست لازم تكون حنينه، لازم تكون عطوفه، لازم تكون طيبه مع اولادها ومع زوجها، بتقدس الحياه الزوجيه، حطي لي تحت دي مليون الف خط. تمام. دلوقتي مبقاش فيه تقديس للحياه الزوجيه، بقت الست داخله في صراع مستمر مع الراجل، ازاي انا انتصر عليك؟ بدايه بقى من الشغل، الماده، فعلا حاجات كتيره جدا، لا وحتى في التكوين الجسمي على فكره، يعني أيوة. بتلاقي دلوقتي الكاراتيه وبيدخلوا بطولات وبيدخلوا حاجات غريبه جدا، عشان لو ردي انا برد عليه قلم، انا زي زيك بالظبط، انت قوي انا اقوى منك. أيوة. انت شاطر في شغلك انا هتفوق عليك، وبالفعل بيتفوقوا. فعلا. دي جزئيه. طب هي المشكله يا دكتور ساره فعلا في الراجل نفسه ولا في تمرد الزوجة عليه، وان هي مش بتقدر ان هو راجع من البيت من الشغل تعبان، فبمجرد ما يفتح باب الشقة بيلاقي مثلا اللي في وشه، انت فين؟ اتأخرت ليه؟ انت سايبني لوحدي طول النهار؟ ما نادش عليا ليه؟ قاعدة بقى بتحاسبه كأنه واقف في اسم وبيتحاسب، يعني مش راجع عايز يشوف السعادة والراحة في بيت مش بيلاقيها، ممكن يسيب البيت وينزل. المشكلة فين هنا؟ بصي، هو احنا عشان نبقى منصفين يا ياسمين، خلينا نقول المشكله راجعه لكذا حاجه. خلينا نتكلم النهارده في الرجل والسيده. تمام. ممكن يكون ربما ان الست مش حاسه بامان كفايه، فبتبتدي ان هي تشغل وقتها اكتر في الشغل، وان انا عايزه فلوس اكتر عشان احس بالامان اللي انا مثلا مش لاقياه ربما مع زوجي. بس في الحاجات اللي بشوفها اكتر ان الست عايزه طول الوقت صراع مستمر معاه، اللي هو لا انا احسن منك. والصراع ده خلي بالك راجع من زمان جدا. ايوه. طب ايه سببه اصلا الصراع ده يا دكتور؟ يعني هو ليه الست فعلا بتبقى اللي هو في دماغها دايما ان هي هتنكد على جوزها، هتنكد عليه، يعني هتنكد عليه؟ لا، هو النكد ده ليه اسباب كتيره بصراحه عندنا، بس يعني ليه الصراع ده؟ ليه اللي هي دايما بتبقى عايزاه فعلا تتفوق عليه وتشتغل زيه، ويمكن في مجال الشغل ده تتفوق عليه كمان وفي مجالات كتير، ليه؟ هو كان في عالم اسمه فرويد. فرويد ده كان عمل مدرسه تحليليه، تحليل النفسي، كان بيقول حاجه عجيبه جدا يا ياسمين. كان بيقول ايه؟ ان الست عندها عقده نقص كبيره جدا من الرجل، ربما التكوين البيولوجي الاعلى منها، هو ده راي فرويد، فبيفضل عندها ميول عدوانيه تجاهه طول الوقت، ان هي عايزه تثبت ان هي احسن منه. تمام. بدايه بقى من تعلقها بالاب وهي صغيره، نظرا منها ان هي هتلد ذكر عشان يكتمل انوثتها او تكتمل سواءها النفسي، فتبتدي ان هي الفكره دي شغلاها طول الوقت، فتبتدي تبقى عدوانيه في حاجات تانية. بعد كده بقى، يعني ده التكوين البيولوجي، بعد كده الموضوع بيبقى مختلف تماما. احنا في المجتمع بتاعنا احيانا اللي بيغذي الفكره العدوانيه دي عندها ايه هي؟ ان احنا مجتمع ذكوري، بيدي امتيازات شويه للذكر، فهي بتغير اكتر، والتكوين او النقص اللي عندها ده من زمان بيزيد اكتر مع المجتمع الذكوري اللي احنا فيه، فتبتدي ان هي ايه العدوان اللي كان جواها، بدل ما يهدى لا ده انا هزيد. انت احسن، انت في الشغل، طب انا هتفوق عليك. وعلى فكره اقول لك على حاجه غريبه جدا بشوفها في العياده عندي. كانت في سيده كانت قاعده معايا قالت لي هو ضربني فانا ضربته عشان تبقى ضربتي اقوى منه. يا نهار ابيض. فعلا احنا من دلوقتي بنشوف مثلا الزوج داخل من شغله زهقان من الشغل، من ضغط الشغل، مش طايق نفسه، نلاقيها مثلا نكدت عليه، انت فين؟ كنت فين؟ ونزلت بعد الشغل، رحت مع اصحابك؟ طب من غير ما تقول لي، مش عارفه ايه، طب انت بتعلي صوتك ليه؟ اسكتي بدل ما سكتك، تسكتني ازاي؟ طب وريني هتعمل ايه؟ فجاه دي هتتمد عليه وايده تتمد عليها، وطبعا الولاد ورا شايفين.
فهو ده فعلا صح، او ان الست فعلا لازم تكون قدام الراجل كلمة بكلمة وضربة بضربة، وما ينفعش يعني. انا حاسة ده صح فعلا، هي كده قوية فعلا. لا هو طبعا مفهوم القوة اختلف كتير، زي ما قلت لك ان الست طول الوقت هي شاغلة بفكرة ازاي انتصر عليك، هي مهملة حتة ان اولادها وراها شايفين ده كويس قوي، هيتعلموا ان احنا بنختلف بدون رحمة. يعني عادي ان انا اختلف انا وانتي، لكن ان انا اختلف وتقومي تضربيني وانا اضربك وبعدها اقطعك والموضوع بيمتد لاكتر من كده، تلاقي الست تقول لها ايه ما تكلميش تيتا، لو سلمت عليكي ما ترديش عليها، لو بابا كلمك سيبيه ويمشي قولي انت زعلت ماما. فالموضوع بيبتدي يدخل في دايرة ايه بقى، صراعات تمام. صراعات، ويبتدي الاولاد بعد ما يكبروا يتعلموا ان انا هختلف معاكي فانت عدوتي، احنا مش هنختلف برحمة، انت عدوتي، انا طول الوقت هبقى زعلانة منك وخلاص ومش هقدر ان انا احبك تاني. فطبعا ده بيكون ليه اثر سلبي كتير كتير. وبيأثر على الأولاد، يعني الأولاد دولت لما يكبروا ويتجوزوا ممكن يعاملوا مراتهم أو جوازتهم بنفس الأسلوب اللي اتربوا عليه في بيتهم؟ طبعا نمط التربية بيحكم كتير قوي من فكرة كمان الطلاق، يعني دلوقتي الطلاق زاد، تيجي تبصي بقى للتركيب الأسري أو زمان كان بيحصل ايه، هتلاقي نفس الأسلوب اللي كان بيتعامل بيه هو دلوقتي بيتعامل بيه مع زوجته، أو هي نفس الأسلوب اللي كانت شايفة مامتها مسيطرة وإن هي كانت الكلمة بكلمة وإن هي كانت دايما تحرج زوجها وأنت مالكش كلمة، يجي يتكلم مثلا أو يروح حاجة أنت من إمتى كان ليك كلمة. طيب. فدلوقتي عارفة دلوقتي بقى السيد ايه، بقى السيد هو المرأة بالمفهوم المرضي، وبتحاول تخلي زوجها أمينة بالمفهوم المرضي. فعلا احنا بنلاقي كتير ازواج كتير دلوقتي كده، اللي هو مش واخد وضعه اللي هو اي حاجه القرار، لا انا استني ما اروح اشوف زوجتي، لازم اللي هو اشورها واعدي الامر عليها. طب هو دوت فعلا ده مفهوم مرضي زي ما انتي قلتي، دي كارثه. المفروض بقى احنا نتعامل معاها ازاي؟ يعني المفروض الراجل تعمل معاها ازاي؟ ما في رجاله برضو يا دكتور ساره بيبقوا مغضوبين على امرهم، انا مش عايز نكد، فاللي هو انا هريح دماغي، مش انت عايزه البتاع ده الامر ده يمشيه؟ ما هو الفكره هيمشي ازاي وهيريح دماغه ازاي، بينزل على قهوه فبيتجاهل الاولاد، ما بيقعدش مع الاولاد، فانت مش بتريح دماغك بس، انت بتهد اسره. فالطبيعي ان المفاهيم تكون واضحه، كل واحد يحترم طبيعه التاني. يعني مثلا السيده عندها اول حاجه من دايره الاهتمامات بتاعتها او الافكار اللي بتشغل جزء كبير من يومها هو الزوج، هو مش كده، هو العمل، فيبتدي ان هو رقم واحد عنده العمل، فيبتدي يركز في العمل، يركز فيه. تاني حاجه الزوجه، وخلي بالك الرجاله ما بتفتح درج العمل ما بتفتحش ادراج تانية حواليه. فالسيده يتهيأ لها ايه، ان انت مش مهتم بيا، ان العمل هو كل شغلك، ده ضرتي على فكره وبسمعها ممكن كتير، يا ده دكتور. ضرتي. لكن هي لو فهمت طبيعته واحترمت طبيعته ان العمل جزء او بيحقق له جزء من كيانه النفسي، طب من ممكن اتزانه ناخد النفسي. اتصال تليفوني ونرجع تاني؟ اوكي تحت. معانا اتصال تليفوني، احمد من الفيوم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا استاذ ازيك احمد؟ يا حنين، ازي حضرتك؟ وبحيي ضيفتك دكتوره ساره، اهلا بيكي. ميرسي قوي، اهلا بحضرتك. تسلم. اتفضل يا استاذ احمد، معاك دكتوره ساره. والله انا يعني موضوعكم ازيك يا احمد بصراحه يعني الاول، ازيك يا احمد؟ الحمد لله يا دكتوره، الحمد لله يا فندم، الحمد اتفضل، لله. سامعاك كويس. موضوعكم بصراحه يعني لفت نظري لابعاد كتيره جدا 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 وكبيره قوي في نفس الوقت بصراحه، اللي هو يعني او يعني تقريبا يعني بقى لي فتره كبيره او من زمان ما شفتش حد بيتكلم عن حق الرجل مثلا او الكلام ده كله، كان دايما على طول حق الزوجه مش عارف ايه الكلام ده كله، كل ما يخص الزوجه في البيت يعني او في البيت المصري او في البيت العربي. تمام؟ تمام. فعلا انتوا بتتكلموا او اخذتونا من فن الزمن الجميل اللي هو بتاع زمان السيد للنهارده. النهارده طبعا احنا عايشين في عصر التكنولوجيا. تمام؟ الاقي مثلا البنت او الزوجه مثلا عامه او الست، تمام؟ التليفون شاغل يعني ال 48 ساعه في ال 24 ساعه، شاغل وقتها كله. تمام؟ اقصد طبعا ان التليفون اللي هو مثلا عليه كل التواصل الاجتماعي. صح، من فيسبوك صحيح لتويتر صحيح. لواتس اللي مش عارف لايه 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 لايه. دلوقتي الست البيت ممكن تقريبا ما بتعرفش تعمل اكل وتخش على اليوتيوب عشان خاطر تعمل اكله. صحيح فعلا. تمام؟ وتقول مثلا لجوزها انا ابهرتك النهارده، يعني هبهرك النهارده ان انا عامله لك اكله، تمام، تاكل صوابعك وراها. تمام. فين الفن بتاعك انت؟ فين الفن بتاعك؟ صحيح. فين اللي انت اتعلمتيه من والدتك؟ فين اللي انت اتعلمتيه
من الناس بتوع زمان. دلوقتي اي نعم احنا في عصر تكنولوجي وعصر متقدم والكلام ده كله، ولكن برضو عايز اقول لحضرتك ان الست ما بتديش برضو لجوزها الوقت الكافي الكلام ده كله. الزوج بيبقى جاي من بره على سبيل المثال. دكتور ساره حضرتك معايا؟ انا مع حضرتك، سامعاك كويس، انا متفقه معاك تماما. تمام. الاقي مثلا الزوج طفحان الدم وشارب الكوته طول النهار. تمام. عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر ممكن يوفرها على نفسه عشان يعيشهم او يعيشكم مثلا في عيشه يعني ملائمه للظروف اللي احنا فيها او الجو اللي احنا فيه. تمام يا حبيبي. تمام. يخش البيت جوه، يا سبحان الله، يلاقي يعني بصي مش عايز اقول لك، يلاقي مثلا الوش الخشب. انتوا معذورين والله يا يعني. يلاقي بصي. نعم. انا لو مكانك مش هدخل، انا هطلع تاني. ده انا مش عارفه انت ازاي تقبل ان هي تكوني كده. انا مبدئيا والله مش بتكلم عن نفسي والله، ولكن انا بتكلم على الوضع الحالي فعلا. تمام. في ستات يعني مثلا عايزين نقولها مثلا باللغه الدارجه، ان كعبها عالي شويه على زوجها او ازواجها. تمام. والله انا عايزه اجيب مش عارف ايه، عايزه اجيب ايه للاولاد، عايزه اجيب مش عارف ايه. نقطه مهمه دايما الست طلباتها كتير يا احمد تقصد. تمام. اللي انا اعرفه دايما ان الست اللي بتخاف على جوزها. شكرا. وعلى بيتها. شكرا يا استاذ احمد، عشان بس وقت الحلقه وهنناقش كل اللي حضرتك قلته دلوقتي. ممكن يا دكتور سارة ترد لنا فعلا على ده؟ فعلا السوشيال ميديا كارثة. هو احمد كلامه خطير جدا. فانت دلوقتي لو هي مش مشغولة بشغلها فهي مشغولة بحاجة تانية. فهي برضو نفس القصة اللي هنرجعها تاني، ان هي لا تقدس الحياة الزوجية. فعلا هي شايفة ان الزوج ده رقم اربعة في حياتها. انا بحس يا دكتور ان البنت دلوقتي بتبقى عايزة تتجوز او تتخطب علشان هي تفرح تلبس الفستان، وبعد الفستان سلام عليكم، انا ما بحبش الحياه دي خلاص. يعني مش لبسنا الفستان. بس والله انا ليا كتير من صحابي لبسوا الدبله دي ممكن فوق الاربع مرات، اتجوزوا فوق المرتين، داخلين في الثالثه ما شاء الله. بحس ان هم مش مدركين، ورغم ده كله يعني في مطلقات ولسه ما كملوش 21 سنه او 20 سنه. ده حقيقي. مطلقات. هي الفكره في حاجه، ان احنا بطبيعتنا بنخلط الاولويات في حياتنا. ازاي يا ياسمين؟ يعني انا مثلا لسه ما تزوجتش، ايه المشكله انا او ياسمين او اي حد، ايه المشكله ان احط اولوياتي العمل؟ عادي. صح. ده شابو ليكي، وتبقي ناجحه فيه وتبقي شاطره وتبقي دراسيا جميله. صح. وماديا مرتاحه، ايه المشكله؟ صح. يبقى انت حطيتي اولوياتك في الفتره دي خلاص. مجرد ما دخلنا على فكره الزواج، ايه المشكله برضو ان يكون اولوياتك زوجك؟ قللي ساعات عملك، قللي دنيتك، اهلك خلاص انت دلوقتي انفصلتي عنهم. فعلا. اكيد اولوياتك قبل الزواج كانوا اهلك وشغلك. اوكي. شابو ليكي. انا متفقه معاكي جدا. شابو ليكي. دخلنا مرحله الزواج، المفترض بقى يحصل ايه؟ زوجك ليه ما يبقاش نمبر 1؟ وتيجي تتكلمي انا حياتي كلها مش زوج. طب اشمعنى كانت حياتك كلها شغل؟ اشمعنى كانت حياتك كلها اهلك؟ اشمعنى كانوا اصحابك؟ اشمعنى وسائل الميديا اللي كان احمد لسه بيتكلم فيها؟ فدي مشكله. فبتخلي الزوج بعد الزواج هو في دماغه ان الاحتواء بقى والسيد بقى، عارفه بالمفهوم السوي ده، بيخلي الزوج يروح يدور على الطبطبه بره. وما بيلاقيهاش والله. لا بيلاقيها. ما بتنكد عليه برده على فكره. هي بتنكد على عليه. فكره الزوج لما بيبص بره، انا شايف مفهومي انا، وشفت تقريبا برضو انا اخصائي نفسي كلينيكي زيك. أيوه. فلما بيجي لي ناس بلاقي فعلا الزوج بيجي يقول لي كده، انا ما لقيتش الطبطبه فعلا من مراتي والاحتواء، انا رحت دورت عليها بره، زميلتي في الشغل، صاحبتي، انا الاقي واحده بتتقبلني بكل عيوبي، بكل مشاكلي، بكل ظروفي الوحشه، بكل حاجه، فانا خلاص. تعرفي الفكره في ايه؟ ان هي اساسا ما تعرفش ايه عيوبه ومميزاته. ده الموضوع اصعب من كده بكتير. ده هي بتدخل الحياه الزوجيه في دماغها ان انا هخلف وان زوجي ده هيحقق لي كل مطالبي، مصباح علاء الدين، ودي مش حقيقه، ولا هو ولا هي هتحقق له كل مطالبه على فكره. هو الطبيعي ايه؟ ان في بعض احتياجاتنا هناخدها من بعض، لكن يبقى البعض التاني اللي هنستمده من حياتنا ومن ربنا سبحانه وتعالى. ده مش موجود. فبتلاقيها هي بقى تتجوز عايزاك تجيب لي كل حاجه، زي ما احمد كان بيقول عايزاك تعمل لي كل حاجه. رايك يا دكتور ناخد حنان من الغربيه ونرجع نكمل كلامنا؟ مش مشكله. حنان من الغربيه. ايوه يا فندم، مع حضرتك. اهلا بيكي يا استاذه حنان. اهلا بيكي، الخير عليكم. بصي حضرتك، انا بالنسبه لي انا بقالي 11 سنه متجوزه، وزي ما انت بتقولي برضو كان حلمي ان انا البس بدله وفستان والكلام ده كله. واول ما اتجوزت برضو حطيت انا في موقف، يعني انا مش عايزه ده فعلا زي ما حضرتك قلتي بالظبط. تمام. بس لما لقيت في بقى ان انا حامل وفي بنوته وكده، فوقفت بقى واقفه يعني نفسي كده، قلت لا خلاص
انا لازم ابتدي واشوف انا هعمل ايه. البنت من الاخر هي اللي غيرت حياتي كلها. تمام. وبقيت يعني انا وهو احل بقى انا، وبقيت واقفه على رجلي. اهلي كانوا شويه بيساعدوني وكده وكل حاجه، بس لا خلاص انا دلوقتي بقى لي حياتي. انفصلت تماما عن اهلي، يعني مش انفصلت يعني، الست المدركه يعني ايه معنى جواز بالظبط كده؟ خلاص في حد بقى، انا دلوقتي في ناس مسؤوله مني، فلازم ان انا يبقى لي دنيا تانية خالص، احافظ على بيتي على اولادي. انا فاكره دلوقتي انا ما بشتكيش لوالدتي ولا لاي حد من شكلي، انا بحلها بنفسي. اسمحي بتشتغلي حنان؟ لا انا قاعده في البيت ومهتمه جدا باولادي ودراستهم والحمد لله. انا عندي بنوتين دلوقتي، دي حاجه كويسه طبعا. ما شاء الله اللهم بارك. حنان لو انت بتشتغلي هتشتغلي كل يوم صبح وليل ولا هتقسمي اهتماماتك؟ لا انا هقسم اهتماماتي طبعا، وما بيني وما بين الاولاد، بس اصلا لو لقيت ان الشغل هياثر على بيتي فانا اختار ان انا ابقى مع اولادي، لان احنا دلوقتي جميله فعلا يا جميله بمعنى جميله. والله انا كان قدامي ان انا اشتغل كتير جدا بس ما رضيتش، لان المسؤوليه دلوقتي زادت، النت والكلام ده كله بقى بيأثر على اولادنا جدا. لازم افضلهم دماغي فعلا واربيهم صح. انا مش هقول لحضرتك انا عندي بنتين، انا الاثنين متفوقين الحمد لله في دراستهم، وانا مع زوجي مش هقول لحضرتك يعني اقل حاجه بتزعله لازم ارضيه، حتى لو انا اللي زعلان. دي امينه السويه امينه السويه امينه السويه لا بجد والله لازم كل واحده تحط في دماغها ان لازم تحافظ على بيتها وعلى جوزها وعلى اولادها على قد ما تقدر، على قد ما تقدر. فدي رسالة لكل البنات اللي لسه عايزين يتجوزوا بجد، يا رب كده ياخدوا بالنصيحه دي يا حنان والله بجد. يا رب. وشكرا جدا على تواصلك معانا. شكرا. انا حاسه فعلا ان احنا بنكلم كده امهاتنا بتوع زمان واجدادنا، ناس فاهمه يعني ايه جواز. يعني انا دلوقتي بشوف فعلا، يعني دلوقتي بشوف البنات فعلا مش مدركه يعني ايه جواز. وبرضو انا مع حته حنان في نقطه، بيتك واولادك اهم حاجه. يعني انا واحده فعلا بشتغل في اكتر من حاجه، قبل ما اكون بشتغل هنا في اكتر من حاجه، بس لما افكر في يوم من الايام ان انا اتجوز او ارتبط، انا من نفسي لو حسيت ان شغلي هياخدني من زوجي او اولادي من غير ما هو يقول لي، انا لو حسيت كده احساس وصل لي ان هو هياخدني من الاثنين دولت، الاثنين دولت مقام رقم واحد في حياتي، انا من نفسي هقعد. او على الاقل بدل ما اشتغل الاسبوع كله انا هشتغل يومين في الاسبوع وافضل محافظه على كياني ووضعي. بصي هو بس برضه عشان نبقى دي الفكره، عشان نبقى منصفين، احنا دلوقتي ظروف الحياه بقت صعبه تمام، أكيد. فاكيد موضوع الشغل هيفرق، بس ليه يبقى ياخد طول كل وقتي؟ اكيد انا قلت لك اهو ان انا لو بشتغل طول الاسبوع هبقى 3 ايام يومين هعرف اوفق، هقسم شغلي، لكن مش هيبقى كل حاجه شغلي. لكن دلوقتي انا بحس مثلا لو هي دكتوره انا عايزه اشتغل الصبح في المستشفى، وبعد مش عارفه ايه في العياده كذا بعد العصر، وبالليل في العياده الثانيه، ومش عارف، لا بحس ان فعلا في خلل. والعيال فين؟ متربين مع بابا وماما اللي هم بابا ومامتها. تعرفي كمان يا ياسمين في حاجه كان جون غري تناولها، عالم معروف في الكتاب بتاعه، قال ايه بقى؟ قال ان السيده العمل بيشغل رقم 4 من اهتماماتها. احنا في الزمن بتاعنا بتاع السيد اللي هي السيده الجميله فبقت حاطه رقم 1، في حين بقى ان الرجل رقم 1 عنده عمله، فهي رقم 4 عندها عملها وهو رقم 1، وعلى فكره عندها رقم 1 الرجل. عارفه كده؟ يعني هي رقم 1 عندها الرجل، بعد كده يلي ايه؟ الأولاد. بعد كده الأسرة، بعد كده رقم 4 العمل. تعالي نشوف بقى عند تركيبة الرجل. الرجل أول حاجة عنده العمل، تاني حاجة المرأة، تالت حاجة الأولاد، رابع حاجة إيه؟ الأسرة. فهي عندها رقم 4 العمل وهو عنده رقم 4 إيه؟ رقم 1 إيه؟ العمل. فهي راحت نزلت 4 لواحد، نزلته هو تحت، هما الاتنين، فكأنها بتقول له إيه؟ أنا عدوانية وأنا هكسرك وأنا هبقى طول الوقت ناجحة، مع إن أنت أصلاً تركيبتك النفسية اللي ربنا خلقك عليها سبحانه وتعالى إن أنت رقم 4 على شغلك، لو ما اشتغلتيش مش هتموتي. لكن هو لو ما اشتغلش أسرته هتتدمر، دخله هيتهد. وزي ما قلت لك في بداية الحلقة، تكوينه النفسي أو اتزانه النفسي بيكتمل بالإيه؟ بالعمل. هي اتزانها النفسي بيكتمل بالرجل، لان الرجل هو رقم 1 في ان هو يشغل تفكيرها. هي بقى لو تقدر الحته دي، لو هو ناجح في شغله تبتدي بقى تبقى سبورت ليه. خليك ناجح في شغلك، ازاي تفكر له يزود دخله. عارفه هو لو ناجح في الحته دي هيصب في المربع الثاني على طول، اللي هو ايه؟ اللي هو هي هيقفل درج الشغل، هيدخل البيت هو مرتاح نفسيا.
تمام. لان هو في شغله ده اكتماله النفسي انا بحس فعلا يا دكتور من النقطه اللي انت بتقوليها دي، الست بتعمل لست كده، اولهم شغلها وان هي تكون رقم واحد وناجحه جدا هي فيه، هي بتخالف طبيعتها. تاني ممكن فعلا تبقى ناجحه فيه وانجح من جوزها، ما قلناش حاجه. انا في شغلي تاني حاجه اولادها ويبقى متفوقين جدا اولادها، بيتها يبقى منظم ومرتب جدا، اخر حاجه في الليسته جوزها. فهي ما بتوصلهاش اصلا، بتكون عما جت خلصت اليوم هي منهكه تعبانه فنام. ما هو ده اللي قلت لك ان هو في يا اما تنكد بقى. تعرفي ان هي في البدايه هي اصلا مش محترمه طبيعتها، طبيعتها الرجل رقم واحد عندها. تمام. انا بتكلم طبعا على بعد الزواج. قبل الزواج اعملي اللي انت عايزاه، اشتغلي، ادرسي، سافري، اعملي اللي انت عايزاه. اوريدي دخلتي في مرحله الزواج، خلاص بقى افهمي تكوينك ان رقم واحد المفروض اللي يشغل جزء من تفكيرك الكبير هو الرجل. هي لا، بتدخل شغلها ومش بس كده، تبتدي ان هو تدمره في شغله. يعني لما بيكون راجع بقى ومبسوط وان الشغل تمام، ما انت الشغل واخدك مني. بس انا بحس يا دكتور الراجل مثلا ممكن النقطه ديت فعلا تخليه يبص بره. هو ايه اللي بيخليه يبص بره؟ يعني انا بحس ان طبيعه الراجل اللي هو الست مش عارفه يعني ازاي تتعامل مع جوزها. انا بحس دايما ان الراجل عامل زي الطفل الصغير. ده حقيقي. اللي هو اتعمدي ان هو مش عارف كل حاجه، مش عارف يلبس نفسه، ياكل نفسه، يهتم بنفسه، يعني يفكر. ايوه، مش عارف حتى لما يكون عنده مشكله يفكر لنفسه، او يعني مش لاقي، يعني عايز الاحتواء والامان. كانك عندك بيبي صغير واول مولود ليكي، تخيلي انت بتعملي ايه؟ بتهتمي بيه، تحتويه، تبلعيه. هي اصلا الكوز بتاعها كده، مش هي أيوة. من هي بقى لا، من ضلع اعوج عشان يحتوي. بالظبط. هي ما بتحتويش، هي ما بتحتويش. هي واقفه قدامك، عايز تاكل روح اعمل لنفسك الاكل. هي واقفه كده وهو واقف كده ياسمين. أيوة. وهما الاثنين بيصارعوا، بس هو بيصارع في دوره اللي ربنا خلقه عليه، ان هو بيصحى عشان يقوم ويشتغل ويركز في شغله. وزي ما قلت لك تفكيره زي الادراج، فتح درج الشغل. هو مش قصده يهملك، مش قصده ما يتصلش بيكي. أيوة. بس هو اوريدي هو تفكيره كده. احنا تفكيرنا حلزوني. أيوة. بنعمل ايه؟ ممكن نفكر في مليون الف حاجه في وقت واحد. فانا بيتهيألي ان الراجل بيفكر زي تفكيري. فببقى طول الوقت هو ما سالش عليا ليه. اكيد في واحده شغله تفكيره. اكيد. صح، ده السؤال الطبيعي. اكيد لما بيشتغل على واحده خلاص. اكيد هو عنده مشكله. اكيد هو لا، هو مش مهتم بيا وما بقاش بيحبني. يبتدي بقى هو يرجع، ما انت الشغل واخد كل وقتك. مع ان هي لو ذكيه وتفهم ان هو الدرج بتاع الشغل ده رقم واحد في حياته، دي الطبيعه بتاعته. انت ليه بتناقض الطبيعه؟ يعني ليه السيده اللي هي عايشه دور السيد دي دلوقتي ليه بتناقض الطبيعه بتاعته؟ اوريدي خلص الشغل هيرجع لك، انت رقم اتنين، انت نمبر 2. عارفه بقى في نمبر 2 بتعمل ايه؟ بتمسك له نمبر 4 اللي هي اهلك عملوا. أيوة. وسووا، ما انهم مش شغله في الموضوع ده. فعلا. رقم 4 في تفكير كل زوجه ما بتعرفش تفرق بين جوزها. اوقات بيكون زوجها حنين جدا وطيب جدا، بس اهله صعبين، زي مامته مثلا رشانه، اخته حربايه زي ما بيقولوا. الالفاظ اللي احنا بنسمعها دي تتعامل معاهم ازاي؟ رغم ان هو ممكن يراضيها، بس يراضيها مثلا في بيتهم فوق. هي مبدئيا لازم ان هي تحط نفسها موقف الحما. للاسف هي بتدخل الحياه الزوجيه في دماغها ان دي حماتي مش امي. هي لو حط، ومش معنى كلامي ان كل الحماوات حلوين على فكره، لا، هو في قرشانات انا معاكي. ولكن هي مش حاطه في دماغها ان دي امي. بتدخل بتاخد بقى ايه، شويه تعليمات من والدتها. حماتك لو عملت لك كذا، لو قالت لك روقيه قول لها لا. لو قالت لك اعملي معايا كذا قول لها لا. فهي بتبقى داخله خلاص بقى متسيستمه ان دي حماتي. فمهما تعمل بتبقى مسلطه الضوء عليها ان انت قصدك تكرهيني. او ان انت قصدك تضايقيني. فتبتدي من هنا الصراع. تيجي بقى تقول للزوج ايه ده، حماتي ده، ماما عملت كذا. ودي خطيره جدا جدا. ما ينفعش حتى لو هو شايفهم وحشين، من الخطا الشديد ان انا اقول له اهلك وحشين. طب يا دكتور، هو بيبقى سامع وذكي جدا وبيبقى فاهم ومستوعب وهياخد لها حقها. بس هي طول الوقت اهلك، حتى لو هو هياخد الراجل بطبيعته عينته. طب عايزين ناخد بس اخر سؤال معانا، ادي نصايح كده لكل ست بتسمعنا دلوقتي ازاي تتعامل مع جوزها، بس سريعا علشان احنا خلاص وقت حلقتنا هيخلص. نصايح كتير. طيب في البدايه نتكلم على الرجل، لان هو السيد المفترض هو يبقى السيد، فلازم ابدا بيه الحلقه، يعني لازم ابدا بيه النصايح بتاعتي. تمام. حاول تحتويها، يعني حاول تشوف هي مثلا زعلانه من ايه. ممكن تكون زعلانه ان انت مثلا طول اليوم مش معاها. انا متفقه معاك ان انت فتحت درج العمل، ممكن في وسط اليوم تتصل بيها اتصال واحد. طبعا. تحترم طبيعتها، حتى لو هي ده مش قادره تعمله انت ممكن تقدر تعمله. انت السيد، انا عايزاك بقى تصحصح معايا تبقى السيد فعلا. فانت تبتدي تتصل بيها، طيب انت عامله ايه، او ابعت لها مسج. فانت تحتويت ده. رجعت البيت مثلا لقيتها عصبيه او حاجه، ابتسم في وشها قول لها عامله ايه، وحشتيني. فهي هتتكسف من نفسها وهتحس ان هي انت امتصيت غضبها. ده في اللي يخص الرجل. اللي يخص السيده، لازم ان هي تتفهم طبيعه الرجل ان هو عملي، ما بيحبش التفاصيل الكتير. ما بيحبش ممكن طول الوقت انا عايزه اقول لك حاجه، وتبتدي بقى تلف
تلف تلف، لا ادخلوا دايركت عشان يفهمك، ما بيفهموناش بالطريقه بتاعتنا دي خالص. شكرا يا دكتور ساره، شكرا. احنا وقتنا خلص، يا رب تكونوا استفدتوا معانا ونورتنا جدا في البرنامج يا دكتور ساره، واي اسئله هنستناها منكم على البيدج بتاعتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.